النصر من عند الله ولكن بالاتصال بالله. ولذلك نحن في معركة يونيو سنة 67 و900 و1000 انكسرنا وهزمت الدولة هدى هزيمة كانت فيها إشارة إلى أننا بعدنا عن الله فأدبنا، فلما عدنا إلى الله نصرنا، نصرنا في 6 أكتوبر العاشر من رمضان، وأنا كنت معهم في الخط الأول. ولذلك رأيت هذا المعنى محسوسا، وأنا في الخط الأول رأيت الجنود والضباط، لأنهم كانوا قد جاءوا على هزيمة سابقة، فكانوا جميعا في الخط الأول متعلقين بالله رب العالمين، أسمعوا القرآن عن يميني وعن يساري. وهذا مما جعلني أقول إن النصر آت لا محالة، لأن الجند هنا يتعلقون بالله، فلما تعلقنا بالله نصر. والحمد لله رب العالمين. يعني رأيت في معركة 10 أكتوبر يعني أمورا تدل على صدق المولى عز وجل في قوله: اتصلت بالله نصرك، وإذا انقطعت عن الله خزلك وتركك. كان هذا في 67، لكن في 73 وأنا كنت بينهم، كان كل الجنود مع قاداتهم والذين يسيرون بهم، كان الجميع يعتصمون بالله رب العالمين. ولذلك لما انتهينا من المعركة وكان ما كان، أقمنا مسجدا. طبعا يعني كلمة مسجد تدل على مكان السجود، أقمناه وجعلنا شيئا أرتفع عليه، وخطبت لهم الجمعة، وكان الأعداء من أمامنا ينظرون إلينا، والحافظ هو الله. وقلت للقائد يومها حينما دعوته لصلاة الجمعة ورأيته متعجبا: كيف نقيم الجمعة أمام الأعداء؟ قلت له: إنا سنقيم الجمعة أمام رب الأرض والسماء، وإذا كنا كذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما وجدني مصرا جاء وجلس مع الناس، وصعدت على هذا المرتفع وتكلمت عن المعركة في الإسلام، وأن الله نصرنا بفضله لا بسلاحنا ولا بقوتنا ولا بعتادنا ولا بإعدادنا، وإنما نصرنا لأننا اتصلنا به، وهناك الذين خالفوا أيضا، لكن الله عز وجل غطى على السيئات بالحسنات، ورحمته كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك كان النصر والحمد لله. حضرت الشيخ، يعني إقامة هذه الجمعة بعد النصر بكم يوم؟ يعني مباشرة، يعني نحن انتهينا من المعركة، كنا في يوم السبت 21، انها بدأت في سبت وانتهت في سبت بعد سبت، بعد سبتين انتهينا في السبت الرابع مثلا. فالجمعة التي جاءت بعدها أقمناها والحمد لله، مع أنه لا جمعة علينا، ولكن أنا قلت أؤلف بين الناس وأجمع قلوبهم على الله ليعلموا أن الناصر هو الله عز وجل. ولهذا أذكر أنني قلت لهم: إن الله عز وجل قال: ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ هذا فعل مضارع ومنصوب لأنه معطوف على منصوب، والفاعل مستتر تقديره هو، ويتخذ هو أي الله،
إذن الذي يتخذ الشهداء هو الله، الشهيد نفسه لم يتخذ نفسه شهيدا وإنما اتخذه الله، يعني اصطفاه، وطالما اصطفاه إذن سيكون مكرما بهذه الشهادة. ولذلك والله أنا رأيت من العجائب في ليلة في صباحها استشهد إخواني الذين كانوا من حولي، وأنا كنت دائما لا أترك المدفع، إلا أنهم قالوا لي في هذا اليوم: يا فلان أنت الليلة كنت على عمل مجهد فأنت مجهود، فاسترح قليلا في الحفرة التي تسمى بالتبادلية، يعني الحفرة الأمامية فيها السلاح والحفرة التبادلية التي من الخلف على بعد 3 أمتار. يا إخواني أنا ما أترك. قالوا أنت متعب وما نمت الليلة كلها. فلما كنت في مكاني كانت كرامة الله عليهم أن استشهدوا في هذا اليوم. إذن ويتخذ منكم شهداء. لذلك لما وصل الخبر إلى القائد قال: وأين فلان؟ قالوا: موجود وهو الذي بلغ. قال: عجبا، هو لا يترك المدفع، كيف تركه؟ قلت: ذلك أمر الله، قل إن الأمر كله لله، كما قال سبحانه في سورة آل عمران: قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأكرم مظهرا.